بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا المجلس السابع كذا ولا السادس؟ هذا المجلس السابع في مدارسة حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد، وهذه الليلة ليلة الرابع من ذي القعدة عام 1442. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في رسالته حلية طالب العلم: الأدب السابع عشر: المناظرة بلا مماراة. إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. المسألة السابعة عشرة في أدب طالب العلم في حياته العلمية والعملية أن يتجنب المراءاة في العلم، يتجنب اللجاج، فمن الأدب المناظرة، والمناظرة هي مباحثة لبيان القول الراجح بدلائله ورد الاعتراضات عليه وما يجري مجراها، وكذلك لمعرفة الحق من الباطل. فإن إبراهيم عليه السلام ناظر قومه أهل حران أصحاب الهياكل، هذه مناظرة لطلب الحق، فإن دخل على المناظرة الممارات والمباهات وتأجج حظ النفوس والانتصار لها تحولت إلى هذا المزلق الخطير، والذي ربما يردي بصاحبه في دركات النار. فإن العلم إنما يتعلم ليرفع الإنسان الجهل عن نفسه والجهل عن غيره، فإن تعلم العلم يماري به السفهاء ويناظر ويجادل به العلماء صارت النية عندئذ نية مريضة. يقول: المناظرة نعمة، وأما المماراة فهي نقمة، لأن مبنى المناظرة على النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومبنى المماراة هو الظهور والرياء والتسميع وطلب المدح والثناء. فرجعت هذه إلى النوايا. ثم ذكر رحمه الله أن المناظرات سبب للحلم ونشر العلم، أما الممارات فإنها تؤجج الرياء، وهي تحجج ليبرر باطلا أو يسوغ منكرا أو سكوته عليه، تحجج ورياء وتأجج للنفوس المريضة، ولغط بارتفاع الأصوات، وكبر يكبر، ومغالبة ليغلب ويظهر على خصمه، ومراء. المراء هنا نوع من أنواع الظهور، واختيال وشحناء، ومجارات للسفهاء. احذر هذه واحذر فاعلها. ما النتيجة؟ ما الجواب؟ تسلم من المآثم وهتك المحارم. المآثم مآثم النفوس في نواياها الردية ومقاصدها الدنية،
وهاتك المحارم في الغيبة والسب والكبر ورد الحق وغمط الناس، وأعرض عنها تسلم وتكبت المآثم والمغرم. المأثم هو حصول الإثم تكبته وترده، والمغرم أن تكون غارما لا غانما، غارما في نيتك وغارما في لغطك وارتفاع صوتك وسبك وشتمك واتهامك غيرك بما تتهم به، صلى الله العفو والعافية. هذه تحتاج أيضا إلى مجاهدة، دي خصوصا من فتح الله عليه بالعلم أو فتح الله عليه بالفهم والحفظ، فربما ازدرى من لم يؤتى مثل ما أوتي من الفهم والعلم والحفظ. نعم. الأدب الثامن عشر مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. الأدب الثامن عشر لطالب العلم في حياته العلمية المذاكرة، والمذاكرة تسمى مذاكرة وتسمى عند العلماء بالمباحثة. واختر من تذاكره ممن هو مثلك أو أمثل منك، ولا بأس أن تذاكر شيخك إذا رضي بذلك، تصير المذاكرة مع الشيخ لأنها مراجعة ومباحثة، ويحصل فيها من الفوائد تفتيق الذهن، تصور المسائل على التصور الصحيح، ودفع الإيرادات وتنقيح المسائل وتحرير الأقوال فيها. ذكر الشيخ في هذه الجملة أن هذه المذاكرة تمتع مع البصرة، فيها متعة، لكن مع من؟ مع هذا البصير الفاهم الحاذق، ومطارحة له في العلم. قال فإنها في مواطن تفوق المطالعة، إذا كانت مع بصير طالب علم وفاهم أفضل من المطالعة، لما يحصل في الذهن من التلاقح وأجوبة الإرادات واعتراضاتها وتنقيحها، وفيها شحث للذهن وطلب للرقي وتقوي الذاكرة. ولهذا كثير من مسائل العلم ضبطها أهلها بالمذاكرات والمباحثات والمطارحات. في هذا المقام التزم الإنصاف، كن منصفا لا باغيا، فضد الإنصاف البغي والعدوان، وكن لطيفا لا سليطا في لسانك شغبا بكلامك. قال وكن على حذر، فإن المذاكرة من فوائدها أنها تكشف عوار من لا يصدق، عوار المدعي ما ليس عنده، عوار الكاذب، عوار الجاهل. والمذاكرة في نفسها تفيد المعلومة الصحيحة ودفع الشبهة والإيراد العارض، قد لا تستطيع دفعه بذهنك أنت واجتهادك، فتستفيد من ملاحظة ومطارحة من تباحثه وتذاكره دفعها. ثم ذكر الشيخ لفتلة لطيفة، لا تكن المباحثة مع قاصر في العلم، أي بليد، ولا مع بارد الذهن عنده نوع غفلة وغباء، لأنها داء ومنافرة، ما فيها نفع، فيها منافرة. وأما مذاكرتك مع نفسك، كأن الشيخ يقول إذا ما لقيت أحد تذاكره وتباحثه ذاكر نفسك،
والمذاكرة مع النفس لا بد أن تكون دائمة ملازمة، لا تنفك عنها النفس، بالتصور الصحيح والتفكر في العلم، تنزيل الوقائع، استلحاظ مآخذ الأقوال، النظر في الأدلة واستجماعها والمقارنة بينها. قال: هذا مما لا يسوغ أن تنفك عنه. ولهذا قال: إحياء العلم مذاكرته. فالعلم يحيا ويموت، مما يحيا به العلم مذاكرة، ومما يثبت به العلم العمل به وتعليمه. كل شيء إذا أخذت منه نقص إلا العلم، تأخذ منه فإنه يزداد ويبارك فيه. نعم. الأدب التاسع عشر: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. نعم، مهيض الجناح أي جناحه ناقص منكسر ساقط. طالب العلم يعيش مع الكتاب والسنة وعلومهما، طالب العلم الشرعي، فإنه إن عاش مع الأقوال ونقلتها ضعف، لكن إذا كان هجيراه وبحثه وطلبه في الكتاب والسنة حفظا لألفاظهما، تفهما ودرسا وطلبا لمعانيهما وعلومهما، كان في هذا العلم على هذا الشأو. والكتاب والسنة جناحان، فهما عندئذ يطير بهما في سماء العلم ومصاحبة أهله. احذر أن تكون مهيض الجناح، أي ناقص الجناح، معطب الجناح بقلة تحصيلك من علوم الكتاب العزيز وعلوم السنة المطهرة. اللهم صل وسلم على صاحبها. نعم. الأدب العشرون: استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. نعم، استكمال أدوات العلم لإتقانه، وهذا بأن تسير على ما سار عليه العلماء، وتدرج طريقهم، وتنهج نهجهم، وتأخذ عنهم وتصدر عنهم، ثم يفتح الله عليك. واستكمال أدوات هذا العلم باستكمال فنه، فالفقه مثلا يقوم على أصول الفقه، فيكون لك من هذا الشأن ولمن هذا الشأن، ومن هذا الشأن ومن هذا الشأن. الحديث لك عناية في حفظه وروايته، ولك عناية في فهمه ودرايته. اللغة تعرفها وتأخذ منها في حظوظها الأربع، في علم النحو وعلم الصرف وعلم البيان والبلاغة، وهكذا. بهذا تكون متقنا وتكون متفننا، وإلا فأنت دائر على التحصيل. ولهذا ذكر الله جل وعلا على جهة المدح: الذين آتيناهم الكتاب إيش؟ يتلونه حق تلاوته، لا يتلونه بألفاظهم ولا يعلمون معانيه، إلهم إلا أماني كما عليه فجرة أهل الكتابين. يتلونه حق تلاوته هو تحصيله من أصوله بفهمه الفهم الصحيح بأدواته الصحيحة. هذه مسألة مهمة أشار إليها الشيخ، ليبلغ طالب العلم في هذا الباب مبلغ الإتقان ومبلغ التفنن. نعم، قد لا يصل إلى درجة الإتقان العالية المنتهية والتفنن المنتهي إلا النوادر، لكن من سار على الدرب وصل، ومن سلك الطريق ومشى فيه حصل منه ما حصل. والله جل وعلا في هذا كله يبارك بالقليل ويكثر القليل وينفع صاحبه به، فيكون في هذا في هذه الجادة من السالكين طريق العلم. وحسبك أن تسلك، فإن من سلك طريقا
يبتغي به علما سلك الله به طريق إلى الجنة. فالسلوك لا يعني أنك تصل إلى منتهى العلم، لأن العلم كالبحر الخضم، كلما غصت فيه كلما شفت أنك ما حصلت شيء. ولهذا من تعلم وأحس من نفسه أنه بلغ فهذا علامة جهله، وهي أصل في عطبه وانقطاعه. والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين وفوق كل ذي علم عليم. فهذا في أدب الطالب وأدب المتعلم في حياته العلمية. ذكر فيها الشيخ هنا 20 أدبا، راوح نفسك فيها يا طالب العلم، وتأمل نفسك فيها وش حظك منها، فإن كنت في نقص فاستزد، وإن كنت في زيادة فاثبت وتكثر وأبشر. وهذه 20 أدبا ينبغي أن يراجعها طالب العلم دائما في نفسه، وينظر حظه منها ما أصاب منها بقدره. صلى الله العلي العظيم أن يسلك بنا وبكم أسباب مرضاته. نعم. الفصل السادس، التحلي بالعمل. من علامات العلم النافع، تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي العمل به، وكراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، وتكاثر تواضعك كلما ازددت علما، والهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، وهجر دعوة العلم، وإساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هذا الفصل يمكن أن نقول هو ثمرة العلم. ما ثمرته يا أيها السالك طريق العلم، يا أيها الطالب له، يا أيها الحريص على رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك؟ الثمرة في الدنيا هو العمل بهذا العلم، هذا في الدنيا، والثمرة في الآخرة أن تنال ثواب هذا العلم والعمل به وأجره العظيم، طلبا وعملا. ذكر الشيخ هنا قال: تساءل مع نفسك، من باب المحاسبة والمعاتبة، عن حظك من علامات العلم النافع في هذه الستة. هل عملت بما عملت بما علمت؟ أذكر شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز لما تعجب الناس منه، من انتفاع الخلق به وبلوغه هذه المرتبة في العلم، قال: ما أعلم من ذلك بعد توفيق الله إلا أني ما علمت أمرا سنة إلا وعملت بها. فيكون هذا منهج للمؤمن لطالب العلم، ما يتعلم شيء إلا ويعلمه، إلا ويعمل به، من النوافل، من الأمور المستحبات، ومن باب أولى في الفرائض والواجبات، فعلا وتركا، ترك للمنهيات وفعل الواجبات. فالعمل بالعلم هو الثمرة. ولهذا ذكر الشيخ محمد في 3 الأصول أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: معرفتها بأدلتها، والعلم بها، والدعوة إليها، والعمل بها. الثانية كراهية التزكية والمدح التكبر على الخلق، أن يكون هذا في قلبك يا طالب العلم، أن لا يكون في قلبك حب المدح وحب الثناء والتزكية، وأن تترفع عن الخلق بما أتاك الله من هذا العلم. هذه مهمة، وإلا أصبت بالعطب. ثالثا أن العلم كلما حصلت منه كثر تواضعك، ما هو بيكثر ترفعك عن الناس وعن الخلق، تواضعك، لأنك عرفت بهذا أنك كنت لا شيء فمن الله عليك بهذا الشيء، كنت جاهلا فمن الله عليك بالعلم،
فهذا يمنحك أن تنظر لغيرك بما كنت عليه قبل أن توهب هذا العلم. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. رابعا، الهرب من حب الترأس. طالب العلم يجب أن يكون في قلبه الخمول، ومن الخمول بعده عن مواضع الشهرة، ومن أشهر مواضع الشهرة حب الرئاسات، يحب أن يكون مفتيا، أن يكون مشهورا، أن يكون رئيسا، أن يكون مديرا، أن يكون وزيرا. فإن الترأس إذا كان في قلبه وفي قصده طلبه أعطب علمه. ومن حب الترأس البعد عن الشهرة في الدنيا. نعم، إن أراد الشهرة فلتكن عند الله، إن أراد الشهرة فليكن في المآل، أما في الدنيا فطلب الشهرة عطب يفسد علمه بالنية الفاسدة والمقصد الفاسد. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس ما يبي المنصب لكن يبي أن يكون مشهورا، والشهرة في الدنيا لها تبعات ما يهنأ فيها كما يهنأ ذلك الخامل. والخمول إذا كان إخباتا لله يا بشرى صاحبه، وبشر المخبتين، وبشر المخبتين. خامسا، هجروا دعوى العلم. أن تهجر الدعاء ما لم تعلم، والتصنع بأنك من أهل العلم وأنت ما عندك شيء. سادسا، من علامات العلم النافع إساءة الإنسان ظنه بنفسه، ويحسن بالناس ظنهم تنزها عن الوقوع بهم. فإنه إذا اتهم نفسه وأساء ظنه بها وأحسن ظنه بالناس سلم من ذريعة الوقوع في الناس وخامة قدحهم. يقول الشيخ في هذه، ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ذكر هؤلاء السابقين من الأخيار الأماثل. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي، المقعد ما يقوى يمشي، والصحيح مشيه أعلى من هؤلاء بمراتب. هذا اتهام نفسه وغمطها وإحسان ظنه بأهل العلم. نعم. زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل، إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. فاحرص على هذه الحلية، فهي رأس ثمرة علمك. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. هذا الكلام كلام متين. زكاة العلم هو بذله وأداؤه للناس. بلغوا عني ولو آية، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فزكاة علمك هي نفع غيرك به، إما تعليما له، أو توجيها، أو نصحا، وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، وإقامة للدين الذي تعلمته، في حال السعة وفي حال الضيق. من حال الضيق إذا ظهر المنكر وانتشر وعلى أهله
واستطالوا، فالوقوف فيهم وأطرهم على الحق أطرى، وإنكار المنكر عليهم من الجهاد الذي عظم ثوابه ونواله عند الله. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. اجتمعت في العالم الباذل، فإن طلابه كالأبناء له، وعلمه الذي علمه يبقى ما استمر هذا العلم في الناس، وهو صدقة جارية في تأليفه في تعليمه. فيعلم بهذه النية الصالحة خالصة لله، وطلابه يعلمون، وطلاب طلابه كذلك، فيستمر أثر هذه الصدقة الجارية. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم له أجر كل من عمل بدينه، لأنه هو الذي بلغ الناس وبين لهم وعلمهم عليه الصلاة والسلام. يليه في ذلك صحابة رضي الله عنهم، كلهم بحسبه، ثم التابعون، ثم تابعوهم، وهكذا. انتظم في هذا السلك وفي هذه الكوكبة، فيجتمع فيها الثلاثة: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وهو طالبك فهو ابنك البار، وصدقة جارية في هذا العلم الذي بذلته. وزكاة العلم ألا يكون الإنسان مخالفا لعلمه بفعله، فإذا انتشر المنكر ما يمال الناس ويجاريهم في هذا المنكر، وإنما ينتهي عنه أولا ويصدع بالحق ثانيا، يراعي في هذا الأصول الشرعية والقواعد المرعية، فينكر المنكر وإن ترتب عليه ما ترتب. ولكم في علماء الإسلام وأئمته أمثلة رائعة، فالإمام أحمد ثبت وقت المحنة وصدع بالحق حتى كاد أن يقتل بها، وقبله أبو بكر الصديق ثبت في وقت الردة لما كان المناوي والمخالف من أقرب الناس، حتى شرح الله الصدور لما هدى الله عز وجل إليه أبي بكر. نعم. عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه، وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء، أو يتمندل يتخذونك منديلا يتمسحون بك. ولهذا سفيان الثوري جاءه كتاب من أبي جعفر المنصور ليحضر المجلس، فكان عند سفيان عنز فمد لها الكتاب حتى أكلته، فراع ذلك حامل الكتاب، قال: لا يتمندل بي الأمراء والحكام يتخذوني منديلا يمسحون بي وسخهم. هذه ناحية مهمة. ما الذي يمنع من هذا التمندل؟ أن يكون عزيزا عزة العلماء بعزة هذا العلم الذي جعله الله عز وجل في قلوبهم، وهذه العزة تكتسب بأثر هذا العلم، ويدرب الإنسان عليها نفسه بمراجعة وقراءة سير هؤلاء العلماء. لم تفتنهم المناصب ولا الوجهاء ولا الأموال ولا الأمراء. نعم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء، أو يمتطيك السفهاء، فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. نعم. يمتطيك السفهاء يستغلون ضعفك وكثرة ضحكك معهم إلى أن يتخذنك مطية، يأطرونك حتى تفتيهم بما يريدون، أو تجاملهم على حساب دينك. هذا يتنافى مع العزة التي يجب أن يكون عليها طالب العلم. نعم. ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره.
لا تسعى بالعلم إلى أهل الدنيا، تسعى به إلى أهل الدنيا، لا تتأكل بهذا العلم، لا تهن نفسك يا طالب العلم عند أهل الدنيا حتى يحبوك ويعطوك ويمنحوك ويمدحوك، لا، نزه هذا العلم، لا تقف به على أعتاب أهل الدنيا. أهل الدنيا يعني أهل المال وأهل الجاه، لا تبذله إلى غير أهله، ابذل العلم إلى أهله الذين يطلبونه، وإن عظم قدره أي قدر العلم لا تعطيه إلا لمن يستحقه، ربما إذا أعطيته من لا يستحقه يبذل ويضعف ويذوي. نعم. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا، مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه. هذا كتاب يعد المؤلف رحمه الله بتأليفه، كأنه بدأ به واشتغل به، وكنت بسأل عنه لكن سبحان الله مشغلت عن ذلك، عن كتاب عزة العلماء الذي كان يجمعه الشيخ بكر، يسر الله إتمامه وطبعه، ولا أعرفه، فما أدري هل الشيخ ما أتمه ولا انشغل عنه، سيما وأن الشيخ رحمه الله بلي بالمرض فأتعبه أخيرا. إيه نعم. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92 و300 للهجرة. نعم، متوفى سنة 92. نعم. المتوفى سنة 92 و300 للهجرة رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، لعظما بفتح الضاء المعجمة المشالة. وبعضهم ينطقها ولو عظموه في النفوس لعظما، لكن كأن الشيخ يرجح لعظما فتح الضاء المعجمة المشالة، يعني من الفتحة من أعلى. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، لأن العلم يورث صاحبه العزة والأنفة عن الدنايا، وعن أن يبذل نفسه أو علمه عند من لا يستحقه. أرى الناس من داناهم أي من قاربهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم، يعني من أكرم نفسه بعزة نفسه والترفع عما في أيدي الناس من المال ومن الشهرة ومن الرزايا فضلا عن الحرام حصل له الإكرام. ليه؟ ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، صانوا العلم وحفظوه فلم يبذل إلا لأهله، صانهم العلم بما يورثهم من عزة النفس والقناعة، يورثهم أيضا من التواضع والخمول، وأعظم ذلك أنه يورثهم طلب ما عند الله من الثواب والثناء، ما هو طلب ما عند الناس من الثناء والثواب. ولو عظموه في النفوس لعظم أو لعظم، أي عظم هذا العلم في النفوس، وفي الرواية الأخرى لعظم أي عظمه الناس. إذن عظم العلم بتعظيمه في نفوسه، وعظم الناس العلم بتعظيم أهل العلم له. الله المستعان. نسأل الله أن يكون هذا العلم لنا حجابا عن ناره وسببا لبلوغ مرضاته.
ورفعة في الدارين، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وألا يجعله سببا للكبر والعلو والتيه والعجب والتعالم، وأن يعيذنا من ذلك كله ما عاد به أولياءه وعباده الصالحين. نسأل الله ذلك لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.